أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام. أتمنى من الله القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ نشر إخبارية جديدة تهم العديد من أصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمسة وبخصوص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أتمنى من حضراتكم أنكم تنزلوا تشتركوا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. جريدة الأهالي عملت حوار مع السيد البدري فرغلي. هنطرح على مساحة حضراتكم دلوقتي كل كلمة قالها البدري فرغلي في الحوار حسب ما ذكر في جريدة الأهالي. البدري فرغلي في حوار لجريدة الأهالي: أصحاب المعاشات تخطوا حد الفقر ووصلوا إلى خط الموت. قانون التأمينات الجديد يختال حقوقنا ويتلاعب المستقبل التأميني للعمال، واتحاد المعاشات يدرس الطعن على عدم دستورية القانون الجديد. كتبت الأستاذة نجوى كرم يوم 22 يناير: أموالنا تصل إلى تريليون جنيه ذهبت في ذمة التاريخ، ووزارة التضامن الاجتماعي ترفض تنفيذ حكم العلاوات الخمسة ولا تنازل عن حقوق كبار السن. حوار الأستاذة نجوى إبراهيم مع البدري فرغلي: منذ صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد تسود حالة من السخط العام والقلق، خاصة مع بدء تطبيقه بداية من يناير الجاري، نظرا لخطورة بعض المواد التي يتضمنها القانون على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وتصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات المعارضة للقانون، وأقرت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد عدة إجراءات تصاعدية، ويعكف الاتحاد حاليا على دراسة وتحديد المواد التي تتعارض مع الدستور للطعن عليها بعدم الدستورية والمطالبة بإسقاط القانون. ولأن القضية خطيرة وتمس حقوق الملايين من أصحاب المعاشات، توجهنا إلى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الذي وصف القانون بأنه قانون الرعب، وأكد أن القانون الجديد جاء ليختال حق أصحاب المعاشات في استعادة أموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور والسيطرة على أموال المعاشات التي ينص القانون على سدادها على أقساط لمدة 50 سنة. وفيما يلي نص الحوار: لماذا يعترض اتحاد المعاشات على قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟ إجابة البدري فرغلي كانت: القانون بمثابة صفعة جديدة من الحكومة على وجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فهو قانون الرعب لما يحتويه من مواد مرعبة، ويعتبر إعادة للقانون 135 الذي أعده بطرس غالي وزير المالية الأسبق وأسقطته الثورة. والهدف من القانون الجديد السيطرة على أموال التأمينات وضياع أموالنا لدى وزارة المالية، كما إن مواد مليئة بالعور الدستوري. والغريب إن القانون صدر دون إجراء أي نوع من أنواع الحوار المجتمعي حول مواده الحاسمة لمصير أموال التأمينات والمعاشات، ولم يعرض على أصحاب المعاشات كالنقابات العمالية أو اتحاد أصحاب المعاشات مما يكشف نية الحكومة في السيطرة على أموالنا. ولذلك فإن الاتحاد سوف يتصدى بكل قوة لهذا القانون، لأنه يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل، ونحو 10 مليون صاحب معاش، أي نحو 70% من الشعب. فيما تتمثل خطورة القانون: القانون يخالف المادة 17 من الدستور، والتي نصت على أن أموال التأمينات أموال خاصة، وأن تستثمر استثمار آمن، وأن تديرها هيئة مستقلة، غير أن الحكومة نصت في القانون أنه بأن الهيئة تتبع وزير التأمينات، في حين ترى الجمعية العمومية للاتحاد أن تتبع هذا الهيئة مباشرة لرئيس الجمهورية وبرقابة من الجهاز المركزي للحاسبات. كما أن القانون يلزم مجلس الأمناء والمفترض أن يضم متخصصين في الاستثمار باستثمار 75% من احتياطات الأموال في أذونات وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذا النسبة إلى 65%، وكذلك بالاتفاق مع وزير التأمينات وفقا للمادة 16 من القانون. وبالتالي فهذا المادة سلبت مجلس أمناء الهيئة حرية اتخاذ قرار بشأن استثمار أموال التأمينات، ورغم ذلك تدعي الحكومة أنها قامت بما يفي بفض التشابكات المالية الحالية وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
ذكرت إن القانون جاء ليغتال حق أصحاب المعاشات في استعادة أموالهم لدى الدولة، رغم إن القانون نص على سداد الأموال على أقساط لمدة 50 سنة، قيمة القسط 160.5 مليار بفائدة 5.7%. القانون يتجاهل القيمة الزمنية للنقود ويرد الأموال على أقساط سنوية لمدة 50 سنة، وهذا يؤكد أن أموالنا ذهبت في ذمة التاريخ. كما أن القسط السنوي يتضمن تحمل هيئة التأمينات كامل التزامات الخزانة العامة ومنها المعاشات المستحقة وسداد الزيادات السنوية للمعاشات، بالإضافة إلى شرب المديونية، ولم يتم النظر في تعديل قيمة الفائدة السنوية إلا بعد 30 سنة وفقا للقانون. كم تبلغ هذا المديونية؟ أعلنت وزارة التضامن السابقة غادة والي في عام 2018 إن أموال التأمين 755 مليار جنيه، منها 339.3 مليار في الخزانة العامة عبارة عن صكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8% وبعضها 9%، وال168 مليار جنيه بفائدة 15% استثمارات مباشرة، وال56 مليار بفائدة 11% لدى بنك الاستثمار القومي، وهناك 163 مليار جنيه خفية منذ عام 2006 بلغت الآن 193، وهي أموال بلا فوائد، وهي الأرقام ديون في دفاتر حكومية، فحسب وهذا غير صحيح لأن أموال التأمينات تقترب من تريليون جنيه بالفوائد. هل الحكومة كانت سددين أموال التأمينات بدون عائد؟ هذه المليارات عبارة عن 3 أجزاء، أولها مليارات تحصل على فائدة 8% وثانيها على 9% وثالثها بدون فوائد. فوزارة التضامن قامت مؤخرا بالاتفاق مع وزارة المالية بالإعلان عما يعرف بفض التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية، وتم توقيع معاهدة فض التشابك الأول بالتنازل عن كل فوائد السنوات العشر الماضية، ثم حدث فض التشابك الثاني بالتنازل عن فوائد السنوات العشر المقبلة، أي إن تلاعب حدث من مئات المليارات، مما أدى إلى المأساة التي يعيشها الآن 9.5 مليون أسرة من أصحاب المعاشات تشكل نحو 40% من المجتمع. كما إن هناك نحو 193 مليار جنيه من أموال التأمينات في شكل استثمارات في شركات وهيئات وبنوك ومكافئات بدون فوائد، وإذا ما حساب ديون الحكومة للتأمينات مع إضافة سعر الفائدة الحالي المتعارف عليه والذي يصل من 17% إلى 20% ليصبح إجمالي أموال التأمينات تريليون جنيه، وهذا الأموال يمكن أن تمول العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، إلى أن الوزيرة السابقة خالفت المادة 17 من الدستور التي ينص على أن فوائد أموال المعاشات تعود لأصحابها، وأن هذا الأموال تستثمر استثمارا آمنا. هل معنى ذلك أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال أيضا؟ إجابة البدء في الغالي كانت بالطبع، فالعائد المربوط به أموال التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11%، فيما أن سعر العائد المطبق بالبنك المركزي يصل ل 20%، والحكومة ذاتها تقوم بالاقتراض أسبوعيا عشرات المليارات لزد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل ل 19%. سؤال: ذكرت أن قانون التأمينات يتضمن مواد تتعارض مع الدستور وسوف يستند الاتحاد إليها لإسقاط القانون، فما هي هذا المواد؟ رد البدر فرغالي كان: بالفعل القانون الجديد يمثل كارثة على أصحاب المعاشات والمستحقين، ويتضمن العديد من المواد التي تتعارض مع الدستور والقانون. فالقانون لا يفرق بين العاملين المدنيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، حيث طرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة ل 65 سنة، رغم أن قانون الخدمة المدنية أتاح خفض سن المعاش ل 55 سنة. كما أن القانون يضع مزيدا من العقبات أمام الراغبين في المعاش المبكر، حيث يشترط مدة خدمة فعلية 25 سنة بدلا من 20 سنة المطبقة في القانون السابق، وأضاف شرط آخر بأن كل المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل جعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدة الاشتراك رغم ضعف الأجور منذ بداية التعيين، مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخرتين، وتم تعديله ليكون متوسط آخر 5 سنين، وبالتالي ستقل قيمة المعاشات إذ تم احتسابه على متوسط أجور مدة الخدمة. أما اللي يخص المادة الخاصة بمعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان،
فالقانون الجديد نص على الحد الأقصى لمعاشاتهم بواقع 80% من أجر التسوية، آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، أي سوف يتقاضى هؤلاء معاش قدره 33,000 جنيه، حتى لو قضى الوزير في الوزارة شهر واحد، أي أنه لن يدفع اشتراكات تأمينية مقابل هذا المعاش، سوف تتحمل تمويل معاشاتهم هيئة التأمينات. وفيما يخص المادة 35 من القانون التي تطرح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، فهذا المادة تحرم أصحاب المعاشات من زيادة معاشاتهم في حالة زيادة معدلات التضخم والتي تصل في بعض الأحيان ل 30%. سؤال: كان لك تصريحات تؤكد أن القانون الجديد لا يراعي البعد الاجتماعي والظروف المعاشية للمواطنين، فما أسباب ذلك؟ بالفعل القانون الجديد جاء استجابة لمطالب المؤسسات الدولية دون أي اعتبار للبعد الاجتماعي، فمن عجائب هذا القانون أن يحرم المطلقة من معاش والدها المتوفي وفي حال التحاق صاحب المعاش بعمل والحصول منه على دخله، يحرم من المعاش وفي حالة استخراج رخصة لصاحب المعاش للعمل كسائق يتم حرمانه من المعاش، كما أن القانون لا يتحدث عن تنفيذ الدستور وما يقضي به بمساواة الحد الأدنى للمعاشات وبالحد الأدنى للأجور، وفي الوقت الذي يتقاضى فيه الوزير السابق معاش قدره 33,000 جنيه، هناك أكثر من 4 مليون مواطن معاشهم لا يزيد عن الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ قيمته 900 جنيه، فهم تخطوا حتى الفقر ووصلوا إلى خط الموت، وليس هؤلاء فقط بل هناك أصحاب المعاشات الضمانية ومعاشاتهم النقدية تكافل وكرامة الذي تقتنى به الحكومة رغم أن قيمة لا تزيد عن 400 جنيه، ولا يسمن ولا يغنى من جوع. سؤال أخير: تدني المعاشات من أهم المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات في مصر، فماذا فعلتم من أجل زيادة الحد الأدنى للمعاشات؟ إجابة البدر فرغالي كانت: رغم أن المادة 27 من الدستور ربطت بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، غير أن وزيرة التضامن السابقة رفضت تطبيق هذا المادة وأقرت حد أدنى للمعاشات أقل من الحد الأدنى للأجور، وأقام الاتحاد دعوة أمام محكمة القضاء الإداري منذ عام 2015 وطلبنا فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين وطبقا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وقضت المحكمة في يوليو 2015 بوقف نظر الدعوة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مادة دستورية المواد 19 حتى 25 و 51 و 52 و 54 من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمن من النصوص تحديدا حد أدنى من المعاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن، وقامت الحكومة بالطعن على الحكمة وننتظر حاليا تقرير هيئة المفوضين. حصلتم على حكم نهائي بشأن حقية أصحاب المعاشات في إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمسة إلى المعاشات، إلى أن وزيرة التضامن ترفض التنفيذ بدعوة أنه مطبق بالفعل، ما هو تعليقكم؟ تعليق البدري فرغلي كان كالآتي: بالفعل حصلنا على حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا بحقية أصحاب المعاشات في صرف هذه العلاوات، وذلك باحتساب العلاوات الخاصة غير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم إلى المعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمته، وأقرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة بضرورة إلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، أي بصرف 80% من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الأخيرة قبل خروج صاحب المعاش من الخدمة، وصرف أثر رجعي يراعي فيه التقادم الخمسي، أي أن الحكم تحدث عن العلاوات الخمسة الاجتماعية غير المنظومة إلى الأجر المعاش، ولم يأتي أي ذكر في الأجر المتغير كما يروج المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وكل تصريحاتهم هي التفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا، بدليل أننا عقب فتوى مجلس الدولة فوجئنا بحملة شرسة ضد أصحاب المعاشات، وللأسف غير مسموح لنا بالرد أو التعليق، وإذ كانت الوزارة طبق وإن نفذت الحكم فلماذا لم تقدم ما يثبت أنها صرفت هذا العلاوات أثناء تداول القضية في المحكمة، كما أن بعض أصحاب المعاشات رفع نفس القضية وكسبها وتم تعديل معاشه وأخذ الأثر الرجعي له. كم يبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من الحكم؟
المستفيدين من الحكم كل من أحيل للمعاش من 87 حتى 2015. الخطوات التي يقوم بها الاتحاد لتنفيذ الحكم، للأسف الاتحاد لم يستلم الصيغة التنفيذية للحكم حتى الآن، وبمجرد الحصول عليها سيتم إرسالها لوزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة ومطالبتها بسرعة التنفيذ. وإذا لم تتخذ الوزارة إجراءات التنفيذ سوف تقوم برفع دعوى قضائية ضدها طبقا للقانون، لأنها تقاعست عن تنفيذ أحكام القضاء، وسوف نستمر في الدفاع عن حقوقنا ولن نتنازل عنها أبدا. هل توجهتم للرئيس السيسي لإنهاء هذا الأزمة، خاصة أنه كلف الحكومة في مارس الماضي بسحب الاستشكال المقدم من وزارة التضامن ضد حكم العلاوات الخمسة؟ رد البدر فرغالي كان: أرسلنا للرئيس عدة برقيات بشأن أزمة العلاوات الخمسة، وأيضا بشأن أسباب رفضنا لقانون التأمينات وأموالنا التي ذهبت في ذمة التاريخ، وننتظر لقاء الرئيس لأنه أصبح الأمل الوحيد لنا حتى نعرض عليه المأساة التي يعيشها الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة أن الوزارة والمسؤولين في الحكومة لا يعرضون عليه الحقيقة. في النهاية، هل تريد توجيه كلمة للحكومة أو نواب البرلمان؟ في الحقيقة أن الجميع تجاهل مشكلات أصحاب المعاشات، والأمل معقود على الرئيس، ولن نتحاور مع رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، فرئيس الجمهورية هو الذي يملك إعادة القانون إلى البرلمان مرة أخرى، ويملك إعادة الحقوق لأصحابها. وأحب أن أوجه رسالة لأصحاب المعاشات أنفسهم، وهي أن يطمئنوا ويزمروا، فلن نتنازل عن حقوقنا وسوف نناضل من أجلها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد، وياريت تشير الفيديو ده على صفحات الفيسبوك علشان يوصل للناس كلها. شكرا لكم على حسن المتابعة.